بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. مجالس شهر رمضان الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هاتان خصلتان من الخصال التي تفعل في هذا الشهر العظيم. خصلة الأولى صلاة التراويح، وهي خاصة بهذا الشهر، أما في غيره فيتهجد المسلم من الليل ما تيسر له من أول الليل أو من وسطه أو من آخره، وآخره أفضل، ويختم ما يصليه بالوتر. وأما في شهر رمضان فيختص بصلاة التراويح، وتكون جماعة في المساجد كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليالي من رمضان، صلاها بأصحابه، ثم إنه تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، فهو تركها من أجل أن يعلم الناس أنها ليست بفرض. واستمر عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة الرسول وبعد موته، لكنهم كانوا في الأول يصلون جماعات متفرقة، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، فكان هذا من سنة الخلفاء الراشدين، جمعهم على إمام واحد في المسجد، هذا من سنة الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بل إن فعلها جماعة في المسجد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد صلى بهم جماعة ليالي وتأخر عنهم ليبين لهم أنها ليست بفرض، فبقيت سنة. وصلاتها في المسجد جماعة يجتمع فيها أنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وعليها عمل المسلمين في مختلف الأعصار، يصلونها جماعة في المساجد ويظهرون هذه الشعيرة العظيمة في هذه الليالي الكريمة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما الخصلة الثانية فهي تلاوة القرآن. تلاوة القرآن مشروعة في كل وقت، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني حرف واحد، بل ثلاثة حروف: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، وفي كل حرف عشر حسنات. فإذا قال ألف لام ميم كتب له ثلاثون حسنة، وهكذا في كل حرف من كتاب الله عشر حسنات مضاعفة. ولكن ليس المقصود أنه يأتي بحرف فقط، ولكن المقصود إذا قرأ الآية كتب له حسنات بعدد حروفها. فكيف إذا قرأ القرآن كله؟ كم في القرآن من حرف وكم فيه من حسنة؟ الخير كثير ولله الحمد. فلذلك تلاوة القرآن في هذا الشهر من أفضل الأعمال. وكان صلى الله عليه وسلم يتفرغ لتلاوة القرآن، كان يعتكف في المسجد، وكان ينزل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن كل ليلة من شهر رمضان. كان السلف يجتمعون في المساجد ويتركون كثيرا من الأعمال، حتى تعليم العلم والدروس كانوا يؤخرونه إلى ما بعد رمضان، كانوا يقبلون على تلاوة القرآن ويجمعون المصاحف، يحضرون المصاحف ويحضرون لقراءة القرآن في المساجد. يجتمع لهم فضل الزمان وهو شهر رمضان، وفضل المكان وهو المسجد، وفضل تلاوة القرآن. خيرات كثيرة إذا جلس المسلم في المسجد، أو جلست المرأة في بيتها تقرأ القرآن، فإن هذا خير كثير وعمل جليل، فيكثر الإنسان من تلاوة القرآن.
يقرأ في الصلاة فريضة كانت أو نافلة، ويقرأ خارج الصلاة، ويكثر من تلاوة القرآن. فإن كان يقرأ القرآن كله فإنه يقرأه من أوله إلى آخره حتى يختمه ويكرره عدة مرات، وإن كان لا يحفظ إلا بعض القرآن فإنه يقرأ ما يعرف ويقرأ ما يحفظ ويردده. ولو كان ما يعرف إلا سورا يسيرة أو سورا قليلة فإنه يرددها، وله الأجر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، سواء كان يقرأ القرآن كلها أو يقرأ بعضه، فكل يقرأ بحسب ما يتيسر له. ولا أظن أن هناك مسلما لا يحفظ شيئا من القرآن، فيقرأ ما يحفظ، وإن قرأ القرآن كله فهذا أفضل وأكمل، سواء قرأه حفظا عن ظهر قلب أو قرأه من المصحف، الأجر واحد. فعلى المسلم أن يقرأ القرآن، وسواء كان يجيد قراءة القرآن أو كان يتهجاه تهجيا. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، يعني أجر التلاوة وأجر المشقة، فلا يترك تلاوة القرآن ولو بالتهجي من المصحف، وله الأجر في ذلك مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أنه يستغل أوقاته في قراءة القرآن وبذكر الله عز وجل، ولا يغفل ولا يلهو عن ذكر الله. وحتى لو كان يشتغل، لو كان يشتغل يقرأ، إن كان يحفظ القرآن يقرأ القرآن وهو يشتغل، وإن كان لا يحفظ القرآن يذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير ويردد ذلك، ولا يعطل لسانه، لا يعطل لسانه من الذكر، إما بتلاوة القرآن وإما بالتسبيح والتهليل والتكبير. فإن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بذكره، قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فيذكر الله على كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقرأ القرآن وهو يمشي، يذكر الله بالتسبيح والتهليل وهو يمشي أو وهو جالس أو وهو راكب على سيارته أو على دابته، يذكر الله وهو على فراشه، يذكر الله كل ما استيقظ من الليل، يذكر الله عند النوم، ويذكر الله عند اليقظة، ويكثر من ذكر الله عز وجل، ولا يغفل عن ذكر الله، فإن ذكر الله يطرد عنه الشيطان، وذكر الله يلين قلبه. ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلب الذي يذكر الله مثل الحي، والذي لا يذكر الله مثل الميت. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الصيام عمل جليل من الأعمال الصالحة، ولذلك فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده، فرضه على هذه الأمة كما فرضه على سائر الأمم، فهو عمل صالح وعبادة لله عز وجل. والصيام على قسمين: القسم الأول صيام عما حرم الله سبحانه وتعالى، إمساك عن المحرمات، وهذا الصيام في جميع الحياة، في جميع الأيام يجب على المسلم أن يصوم عن المحرمات،
في رمضان وفي غيره إلى أن يموت، وهو صائم أي تارك ومتجنب لما حرم الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني صيام عن المباحات من الأكل والشرب والجماع والمفطرات الظاهرة، وهذا الصيام يكون فيما فرض الله كصيام شهر رمضان، ويكون في صوم التطوع من السنة. ألا يصوم الإنسان دائما، لا يصوم الإنسان دائما عما أباح الله له، بل يصوم في أوقات محددة فريضة أو نافلة. ولهذا لما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم أنا أصوم ولا أفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالصيام على قسمين، الصيام الذي هو ترك المباحات على قسمين، صوم واجب لا بد منه وهو صيام رمضان، وصيام تطوع، لأن يتطوع الإنسان بالصيام يوم الاثنين ويوم الخميس ثلاثة أيام من كل شهر، صيام يوم عاشوراء يوم قبله أو يوم بعده، صيام ست من شوال. هذا الصيام مستحب وفيه فضل عظيم، ولكن لنعلم أن الصيام ليس معناه أن الإنسان يصوم عن ما أحل الله له من الشهوات من الأكل والشرب والجماع والمفطرات الظاهرة، ولا يصوم عما حرم الله عليه، فهذا لم يصم الصيام المطلوب منه شرعا، وإنما صام في الظاهر، ولكنه لم يصم الصوم المطلوب، لأن الصوم لا بد أن يكون عن ما حرم الله من جميع المنهيات، ويكون أيضا عن المفطرات من المباحات التي يباح لغير الصائم أن يتناولها. أما أنه يترك المباحات ولا يترك المحرمات فهذا ليس الصيام الذي أمر الله به، وهذا لا ينفع صاحبه. ولهذا جاء في الأثر رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. والصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، يعني سترة يتقي بها العبد غضب الله ويتقي بها النار. الجنة هي الوقاية التي يستتر بها المقاتل دون سهام العدو، فالصيام سترة بينك وبين النار، لا بد أن تكون هذه السترة صحيحة، فإن كانت هذه السترة ممزقة أو مخرقة فإنها لا تنفعك شيئا ولا تقيك من النار. وما الذي يشققها ويخرقها؟ الذي يشققها ويخرقها لسانك وسمعك وبصرك، هذا هو الذي يخرق الصيام. فإذا كان لسانك لا يصوم عن الكلام المحرم فإن صيامك يكون مخرقا، يخرقه لسانك ولا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. إذا كنت ما تمسك لسانك عن السباب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور فصيامك صيام مخرق لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى ولا يقيك من النار. إذا كنت لا تصون صيامك عن النظر الحرام، يعني تنظر إلى ما حرم الله، تنظر إلى النساء، تنظر إلى الصور الفاتنة في المجلات وغيرها، تنظر إلى ما هو أشد وهو ما يكون في الشاشة التلفزيونية في البث الفضائي، تنظر إلى الصور العارية، تنظر إلى المناظر المحرمة، تجلس عند هذه الشاشة وأنت صائم وتنظر الفجرة والكفرة والفسقة والعصاة وشراب الخمر، تنظر إلى هذه المناظر القبيحة وأنت صائم، لا يبقى لك صيام.
صيامك هذا ليس بصيام صحيح، ولو عطشت ولو جعت ولو تركت المباحات إلى أن تغرب الشمس، فصيامك هذا لا ينفعك عند الله شيئا، لأنك لم تصنه عما حرم الله. وإذا لم تصن سمعك عما حرم الله، تستمع إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى الوشايات، تستمع إلى الأغاني والمزامير، فإن هذا الصيام شكلي وليس صياما صحيح، أفسدته بالاستماع إلى ما حرم الله. فإذا صمت فلا بد أن يصوم بطنك عن الشهوات من الأكل والشرب، ويصوم فرجك عن الحرام، بل يصوم حتى عن الحلال، عن زوجتك، يصوم عن زوجتك التي أباح الله لك، تصوم عنها في النهار، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، تترك هذا من أجل الله عز وجل. يصوم بطنك عن الشهوات، وفرجك عن الشهوات، وبصرك عن النظر المحرم، ولسانك عن الكلام المحرم، وسمعك عن السماع المحرم. هذا هو الصيام. أما أنك تصوم عن الحلال وتقع في الحرام، هذا صيام غير صحيح، غير صحيح عند الله، وإلا هو صحيح في الظاهر، ولا تؤمر بالإعادة، ولكنه لا ينفعك عند الله عز وجل ولا يقيك من النار. الصيام جنة، ولكنك أفسدت هذه الجنة وهذه السترة وخرقتها وجعلتها لا تقي من العدو. كذلك هذا الصيام لا يقيك من النار ولا يبرئ ذمتك عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أنه إذا صام يصوم بجميع ما أمر الله بالصيام عنه، ما يصوم من ناحية ويفطر من ناحية، فهذا صوم ليس على الوجه المشروع. هذا هو الصيام الصحيح. كذلك في هذا الزمان كثير من الناس يصومون ولكن ينامون عن الصلوات الخمس، يملأ بطنه آخر الليل ثم ينام، ربما يستيقظ عند غروب الشمس للإفطار، وربما يستمر إلى أن يأتي وقت السهر ثم يقوم ويقول أنا صائم، صائم وتارك للصلاة، تارك للفريضة، خمس صلوات مرت عليك أو ثلاث صلوات، الفجر والظهر والعصر وربما المغرب، وأنت نائم لم تصلي، ضيعت الفرائض وتصوم. أين هذا الصيام؟ هذا صيام لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، ضيعت ما هو أهم منه وأفرض عليك وأوجب عليك، وهو الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة. فأي صيام من هذا الصيام؟ فيجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه عبد مأمور ومنهي ومكلف، وله مدة محددة تنتهي ثم ينتقل إلى ربه وإلى الدار الآخرة ويواجه عمله. حاسب نفسك، تذكر مصيرك، تذكر وفاتك، تذكر سكرات الموت، لا تغفل عن نفسك، لا تغفل عن الآخرة، لا تغفل عن الموت، لا تغفل عن الجنة والنار. لا تكن كالبهائم، بل البهائم أحسن منك، لأن البهائم ما كلفت بشيء، خلقت لمصالح وانتفع بها في حدود مصالحها التي خلقت من أجلها، لكن ليس عليها صلاة وليس عليها صيام وليس عليها واجبات، فهي أحسن حالا منك. وإن كنت تزعم أنك رجل وأنك إنسان وأنك أشرف شيء في هذه الدنيا، لكن البهائم التي هي أنت تركبها، البهائم التي تركبها هي أحسن منك وهي أطيب منك عند الله سبحانه وتعالى. تحسبها أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أسأل الله عز وجل أن يوقظنا وإياكم لصالح القول والعمل،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصيام عبادة عظيمة، له مكانة عند الله وله آثار طيبة على الصائم. أما مكانته عند الله سبحانه وتعالى فيدل عليها أن الله اختصه لنفسه من بين سائر أعمال العباد، فقال الصوم لي وأنا أجزي به، ثم بين ذلك سبحانه بقوله إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فهذا معنى قوله الصوم لي، لأن صاحبه ترك ما تحبه نفسه لما يحبه ربه سبحانه وتعالى، فآثر طاعة ربه على هوى نفسه، وترك أحب شيء إليه في هذه الدنيا من الأكل والشرب وشهواته المباحة التي هي في متناول يده، تركها لأجل الله سبحانه وتعالى ولأجل مرضاة الله. وهذا دليل على الصدق، على صدق الإيمان وعلى صدق الطاعة. فلذلك خصه الله وقال الصوم لي، وجعل جزاءه مختلفا عن جزاء سائر الأعمال، فالأعمال تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه ليس لأجره حد، بل الله جل وعلا يوفي الصائمين أجورهم بغير حساب، لأن الصوم من الصبر. الله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله، الصيام لا شك أنه فيه مشقة، ولكنه يصبر عليه لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى. صبر عن محارم الله، لأن الصيام يكفه عن المعاصي ويكفه عن الشهوات التي حرمها الله عليه، فيصبر عنها مع أن نفسه تميل إليها، لكنه يتركها لله عز وجل. وصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصائم يتألم بالجوع والعطش فيصبر على هذا الألم. فكل هذه تجتمع في الصيام، ولذلك جعل الله جزاءه بغير حساب، قال الصوم لي وأنا أجزي به. ثم إن الصيام لا يأخذه الغرم يوم القيامة، لأن العبد يأتي بأعمال صالحة كثيرة يوم القيامة، لكن يكون عليه مظالم للناس، فيستوفي الناس مظالمهم من أعماله ومن حسناته، فقد لا تبقى له حسنة. أما الصيام فإن الله لا يمكن الغرم منه، بل يدخره لعبده ويدخله به الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. هذه مكانة الصيام عند الله جل وعلا. ومن مكانة الصيام عند الله أن أنفاس الصائم التي تسمى بالخلوف، وهي رائحة فم الصائم من الفراغ، تكون غير مرغوب فيها عند الناس، تكون فيها روائح كريهة، ولكن هذه الروائح محبوبة عند الله، أطيب عند الله من ريح المسك. أعلى أنواع الطيب في هذه الدنيا هو المسك، ونفس الصائم عند الله أطيب من المسك، أطيب من أجود أطياب الدنيا. لماذا؟ لأنه ناشئ عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أثر ناشئ من طاعة الله سبحانه وتعالى، فالله يحب هذا الأثر وهذه الرائحة، أطيب عند الله من ريح المسك. وأما تأثير الصيام على الصائم فهي ظاهرة، أن الصائم تنكسر نفسه وتضعف شهواته
ويقبل على الطاعة ويبتعد عن المعصية. الصيام يروضه ويلين قلبه للطاعة، ولذلك تجد الصائمين أسهل الناس انقيادا للطاعة، وتجدهم أكثر الناس ذكرا لله وتلاوة للقرآن وبذلا للخير من المفطرين، لأن الصيام أثر عليهم خيرا وذلل نفوسهم وطهرها وجعلها منقادة لأمر الله سبحانه وتعالى، وباعد الشيطان عنهم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا صام المسلم فإن جسمه يضعف وقواه تضعف، فلا يكون فيه مجال للكبر والأشر والبطر، فيبتعد عنه الشيطان، لأن الشيطان إنما يستغل الصفات البهيمية في الإنسان، وأما الصفات الطيبة فإن الشيطان ينفر منها، إنما يستغل في بني آدم الصفات السيئة ينميها وينفخ فيها، الكبر والإعجاب والحسد وغير ذلك من الصفات السيئة والظلم. فالصائم يبتعد عن هذه الصفات، لا يكون فيه عجب ولا يكون فيه كبر ولا يكون فيه ظلم، فلم يبقى للشيطان فيه طمع. فهذا من آثار الصيام، أنه يطرد عنه الشيطان. ويروى أن رجلا أقبل على المسجد فإذا الشيطان واقف على باب المسجد، فقال له: ما الذي أوقفك ها هنا؟ قال: إن في هذا المسجد رجلا يصلي، وأنا أحب أن أدخل عليه لأشوش عليه صلاته، ولكن فيه صائم نائم، تطردني أنفاس الصائم النائم في المسجد، فلا أتمكن من الدخول إلى هذا المصلي. فهذا فيه فضل الصيام، وأن أنفاس الصائم طاهرة وأنها تحرق الشيطان. وقد جاء أن نوم الصائم عبادة، إذا نام أن يريد حفظ صيامه وليتقوى بنومه على طاعة الله، فإن نومه يكون عبادة. فالحاصل أن الصيام كله خير، كله بركة، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره بما أباح الله له من الطعام والشراب وما منع منه في النهار وهو بحاجة إليه، فإذا أذن له فيه فرح بذلك، تفرح نفسه وينبسط. وفرح عند لقاء ربه بما أعد الله له في الجنة من النعيم المقيم والثواب العظيم. هذا من فضل الصيام، أن فيه فرحة عاجلة في الدنيا، هذه لا يجدها المفطرون، لا يجد المفطرون هذه الفرحة عند الفطر، يعني الذين لم يصوموا لا يجدون هذه الفرحة، إنما يجدها المفطر من الصيام، ميزة له على غيره. الناس يأكلون يشربون في النهار ولا يجدون هذه الفرحة، خلاف الصائم فإنه عند الإفطار يجد هذه الفرحة وهذه البهجة والسرور، هذه فرحة عاجلة. والفرحة الآجلة عند الله أعظم، وهي نعيم الجنة. نسأل الله الكريم من فضله وإحسانه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من تتمة الكلام على الصيام أن الصيام يمتاز على سائر الأعمال في أنه نية بين العبد وبين ربه لا يعلمه إلا هو سبحانه. الصيام نية، والنية من عمل القلب. ما كل من ترك الطعام والشراب والشهوات يكون صائما الصيام الشرعي، إلا إذا كان نيته ذلك، نيته الصيام. فمجرد ترك الطعام والشراب والأشياء المشتهيات قد يتركها الإنسان لا من باب التعبد، وإنما يتركها من باب
التخفف منها أو المحافظة على صحته، أو يكون منهيا عنها من جهة الطبيب لأنها تضره، فهذا لا يعتبر صياما يؤجر عليه. أما أنه يتركها لله عز وجل فهذا هو الصيام المطلوب، يترك شهواته لله عز وجل تقربا إلى الله، فهذا هو الصيام المطلوب الذي فيه الأجر والثواب العظيم. فالإخلاص في الصيام أكثر من الإخلاص في بقية الأعمال، لأن أحدا لا يطلع على النية، حتى الملائكة ما تطلع على نية العبد، الملائكة تكتب الأقوال والأفعال، يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون الأقوال ويكتبون الأفعال. وأما النيات وأعمال القلوب فلا يعلمها إلا الله، ومنها الصيام. فالصيام نية قلبية بين العبد وبين ربه. المصلي يراه الناس وهو يصلي ويركع ويسجد فيدخله الرياء، التسبيح والتهليل والتكبير والتلفظ بالذكر وتلاوة القرآن، الناس يسمعونها أيضا، يسمعون هذا ويدخله الرياء والسمعة. بخلاف الصيام فإنك تمشي مع الشخص وتجلس مع الشخص ولا تدري أنه صائم، ما تدري أنه صائم لأنك لا ترى شيئا، وإنما هو ناوي الصيام بينه وبين ربه عز وجل. فلذلك كان الصيام يمتاز على سائر الأعمال في أن الإخلاص لله فيه أكثر من غيره، فلذلك اختصه الله لنفسه فقال الصوم لي وأنا أجزي به. خلاف بقية الأعمال فقد تكون لغير الله عز وجل، قد يصلي ولا يريد ما عند الله، يريد الرياء، يتصدق يريد الرياء، يذكر الله ويتلو القرآن يريد السمعة، يدخلها الرياء ويدخلها الشرك. خلاف الصيام، الصيام لا يدخله شرك ولا رياء ولا سمعة. وحتى ما ذكر عن عبدة الأصنام أنهم يصومون للأصنام، ذكر أنهم يذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها ويركعون لها ويسجدون لها ويعكفون عندها، لكن ما ذكر أنهم يصومون لها أبدا. الصيام إذن يمتاز على الأعمال في أنه يكون خالصا لله لا يدخله الشرك، فهذه ميزة للصيام على غيره من سائر الأعمال. وأما الجنة وما فيها من النعيم والسرور، هذا شيء ذكره الله في كتابه ترغيبا لعباده المؤمنين، ذكر فيها الأنهار، ذكر فيها الأشجار، ذكر فيها الثمار، ذكر فيها السرور، وأن أهل الجنة لا يحزنون ولا يخافون ولا يموتون ولا يمرضون ولا يهرمون ولا تبلى ثيابهم، وأنهم في سرور دائم من غير منغص، هذا ذكره الله عز وجل في الجنة، وكل يعرفه، كل يعرف هذه الأشياء. وهناك أشياء في الجنة لم يذكرها الله عز وجل، لأن عقول العباد لا تتحملها ولا تتسع لها، ولهذا يقول جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس، لا الأنبياء ولا غيرهم يعلمون كل ما في الجنة، وإنما ذكر الله نماذج في الجنة يعرفها الناس من أجل أن يشتاقوا إليها ويعملوا لها. وهناك أشياء لم يذكرها الله لعباده، بل إنه أخفاها سبحانه وتعالى، لا يجدونها إلا إذا دخلوا الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي له، أخفي من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كما أنهم أخلصوا أعمالهم في الدنيا وأخفوها عن الناس، الله أخفى جزاءهم في الجنة جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،
فيها أشياء لم يذكرها الله لعباده ولا يعلمها أحد من الخلق، لا يعلمها إلا هو سبحانه، حتى يدخل أهل الجنة الجنة فيجدونها. وهذا فيه أن الجنة عظيمة وأنها من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك النار والعياذ بالله، النار ذكر الله نماذج مما فيها من العذاب ومن الألم ومن الحزن ومن الحر ومن الضيق والتعذيب، ذكر الله نماذج لأجل أن يتعظ الناس وينزجروا ويتركوا الأعمال التي توصل إليها. وإلا ففيها شيء لم يذكره الله، هو كثير، فيها عذاب وفيها أنواع من العذاب ومن العقاب لم يذكرها الله عز وجل، وإنما هي من علم الغيب. ولهذا يقول جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظهر لهم يوم القيامة ما لم يطرأ على بالهم ولا يحتسبون أنهم سيلقونه. وبرزت الجحيم لمن يرى، يرون النار عيانا بما فيها من مما لا تتصوره العقول والعياذ بالله. فالجنة والنار داران في الآخرة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه. وإنما ذكر الله لنا نماذج فقط مما في الجنة ونماذج مما في النار، مما نعرفه في دنيانا. فالناس يدركون في هذه الدنيا المرض، ويدركون فيها الحزن والهم، ويدركون فيها الوجع، ويدركون فيها الضيق، ويدركون فيها الحر والشوك، وفيها مكاره في هذه الدنيا هي نماذج مما في النار والعياذ بالله، الروائح الخبيثة غير ذلك، من أجل أن يتعظوا. فإذا كانوا لا يطيقون هذه الأمور في الدنيا فكيف يطيقونها في النار؟ إذا كانوا لا يطيقون الحر في الدنيا وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، إذا كانوا لا يطيقون حر الرمضة في الدنيا ولفح الصيف ويجعلون المكيفات والمبردات في وقتنا هذا والتكييف المركزي والدنيا ولا يطيقون شيئا من الحر، فكيف يطيقون حر النار والعياذ بالله اللي ما فيها شيء يدفع ولا فيها شيء يقي منها، ما فيها مبردات ولا فيها مكيفات ولا فيها سعة ولا فيها، تتصور الإنسان هذا؟ إذا كانوا يستدفئون من البرد في هذه الدنيا ويتخذون الوقاية من البرد، فكيف بالزمهرير الذي في جهنم الذي لا يقي منه شيء، لا يقي منه شيء ولا ينفع في علاجه شيء ولا واقي منه ولا منجي منه؟ فالإنسان يتصور هذه الأمور ويعتبر ويتعظ. الله جعل ما في هذه الدنيا عبرة لأهل البصائر، يعتبرون به ويتذكرون به ما في الآخرة. والذي قدر على خلق هذه الدنيا بما فيها من هذه العجائب والغرائب والمتضادات قادر على أن يخلق في الآخرة ما هو أعظم وما هو أشد. إذا كان الله قادر على أن يخلق هذه الدنيا وما فيها من هذه الأمور العجائب والغرائب والمتضادات، فإنه قادر على أن يوجد في الآخرة ما هو أشد وأعظم، وقد أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعتبر وأن نتذكر وأن نتصور مصيرنا في الآخرة إذا لم يكن لنا حيلة في ذاك الوقت. في هذه الدنيا يمكنك تحتال، يمكنك تحاول، يمكنك تعمل أشياء تنجو بها من المحذور أو تدرك بها المطلوب، لكن الآخرة ما فيها محاولة ولا فيها منقذ ولا فيها واقي إلا الله سبحانه وتعالى من رحمه الله عز وجل. فعليك أن تتصور هذا، وأنك ستلاقي هذا الخطر
وهذا المصير، فتستعد له قبل أن يحال بينك وبين الاستعداد، أن تؤخذ على غرة فتقع في هذه الأخطار وهذه الأهوال وليس عندك ما يدفعها ولا ما يقي منها ولا ما يقربك من رحمة الله سبحانه وتعالى. اتخذ الأسباب ما دمت الآن على قيد الحياة، ما دمت نشيطا في جسمك، تقدر على الصلاة، تقدر على الصيام، تقدر على غنيا بمالك، تقدر على الإنفاق والصدقة، ما دمت تقدر على ذكر الله بلسانك، قبل أن يأتي وقت لا تستطيع شيئا، لا تستطيع تصلي ولا تستطيع تصوم ولا تستطيع تتصدق ولا تستطيع تذكر الله عز وجل، ليس لك حيلة، لأنك فرطت وضيعت. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، يعني رجعة إلى الدنيا، فأكون من المحسنين. فعلى المسلم أنه يتذكر ويتدبر ولا يمر على الأشياء مرور البهائم، بل يمر على الأشياء مرور المعتبر والمتذكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ على المسلم أنه يتذكر ويغتنم حياته ويغتنم صحته ويغتنم قوته ويغتنم وقته قبل أن يفوت عليه الأوان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستماع والانتفاع والاتباع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.